استاذ محمد الابيض رئيس شعبه الصرافه بالغرف بالغرفه التجاريه. استاذ ابيض قول لنا حال السوق ايه؟ شفت يعني اكيد السوق كان السوق السوداء بالذات كان بيضغط، احكي لنا بالظبط ايه وضع السوق؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي كان في لعب وفي ناس بتحاول ان السوق السوداء لا ينهار، لان اكيد الناس دي كان عندها دولار. الحقيقه ان المقاومه ضعيفه جدا، المقاومه ضعيفه لان احنا زي ما قلنا ان البنك المركزي ما كان له ان ياخذ هذا الاجراء امبارح الا اذا كان عنده الاليات اللي هيقدر يستعملها عشان يتدخل ويقضي على السوق السود. وعلى سبيل المثال احنا بنتكلم النهارده في 200 مليون دولار، بنتكلم في بكره في مليار ونص، يعني المنظومه بتكتمل، طلبات كلها تلبى، مفيش هيبقى عندنا مشكله ان الناس مش هتلاقي الدولار. السوق السوداء بقى زي ما حضرتك ذكرتي في اول الحلقه، الارقام اللي حضرتك قلتها كلها مظبوطه، ولكن عند مساء هذا اليوم وعندما اعلن عن المليار ونص ابتدت تتوقف تماما تماما. وانا تماما احنا هناخد مقاومه، ده وارد، يعني وارد ان في ناس هتقاوم هذا، وحضرتك اكدت الكلام ده وقلتي ان في الخليج هم بيحاولوا دلوقتي، ولكن عايز اطمنك ان الدولار اللي في الخليج مش عارفين يبيعوه، ما حدش بياخد. ليه؟ لان دلوقتي المركزي بيدي التاجر وبيفتح الاعتماد بتاعه من هنا، ما عندوش مشكله. الاول كان في الخليج ممكن ياخد عشان هو مش قادر ياخد من هنا وفي نفس الوقت مش قادر يحول، او عشان يزود قيمه البضاعه اللي جايبها بنموذج اربعه أو, او 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 انما حاليا النهارده في دولار في الخليج هم مش عارفين يبيعوه، فدي مش هتشغلنا قوي. وانا اعتقد ان حضرتك دايما بتراهني على المصريين طبعا في وقت الشده، وانت محقه في هذا تماما، والمصريين هيقفوا واحنا مش هنسمح. انا بتكلم كمحمد الابيض او شركات صرافه، مش هنسمح ان النظام ينهار، ولن نسمح ان السوق ترجع تاني سوق سود. احنا عندنا مزايا كتير، استاذ طارق عامر واخد عارف بالظبط امتى هيدخل وامتى هينزل، وانت حضرتك قلتي حته مهمه جدا عشان الناس ما تتخضش، الدولار مش شرط ان هو يفضل ماشي وان واي، لا مش يعني مش هيمشي في اتجاه واحد ابدا، والسعر مرن، احنا ما عومناش عشان في فرق بين التعويم هو ان يترك حر تماما بقى زي ما يكون سعره، ولكن اللي عمله الاستاذ طارق عامر هو مرونه في السعر بحيث انه يقدر العطا ده برقم، العطا حسب احتياجات السوق اللي محتاجها من الدولار ويبتدي يطرح للناس. انا بطمنك يا مدام لميس ان شاء الله الاسبوع ده في نهايته يوم الخميس هنكون غالبا هتكون الاسعار كلها هي المتداوله على الشاشات. الاسبوع الجاي نفس النظام، وانا بقول من خلال منبرك المحترم ان احنا مع هذا تماما، احنا مع بلدنا في المقام الاول. بشكرك جدا استاذ محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة.